يعتبر الماء المكون الأساسي لهذا الفردوس الدفين، وتتشكل منه برك صغيرة متفرقة في أعمق مناطق المنجم تزدهر فيها أنواع مختلفة من البرمائيات مثل السلمندر. هذا الحيوان ثقيل الخطى لا يملك درعاً يحميه من المفترسات، لكن جلده يتميز ببقع صفراء، وكأن لسان حاله يقول: كريه المذاق، غير صالح للأكل. التنفس السريع ووضعية الانتصاب هذه إشارة على أن السلمندر يمر بموسم التزاوج، ومع أنه يقضي حياته على اليابسة إلا أنه يولد في الماء، حيث تضع الإناث اليرقات بعد تشكلها.